جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول بارك الله فيك، هل الميزان واحد أم هي موازين كثيرة؟ هو ميزان واحد، وإنما جمع يعني في بعض الموازين باعتبار الموزونات، وإلا إنه في ميزان واحد، ونضع الموازين القسطة يعني هي ميزان وله كفتان كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع باعتبار الموزونات. وما هو الشيء الذي يوزن؟ توزن الأعمال، توزن الأعمال، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الجسم يوزن، حيث جاء في قصة ابن مسعود لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، فتوزن الأعمال وتوزن الصحائف أيضا كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، ورجحت البطاقة بالسجلات، البطاقة التي فيها شهادة لا إله إلا الله، والسجلات التي فيها الذنوب التي ارتكبها صاحب هذه السجلات. هل أرواح الشهداء في الجنة قبل قيام الساعة؟ وكيف يكون قد دخلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخل الجنة؟ دخول الجنة بالروح والجسد يعني يكون بعد البعث والنشور، وأما فيما يتعلق بالحياة البرزخية فإن الأجسام تنعم والأرواح تنعم، وتنعم الروح متصلة بالجسد ومنفصلة عن الجسد، وقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، في أجواف في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، جاء ذلك، جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن المؤمنين بأن أرواحهم على صورة طير، أرواح المؤمنين على صورة طير تعلق في الجنة وتتمتع بها كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد يرويه الإمام أحمد، الحديث يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن الإمام مالك، ففيه فهو حديث فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض، هذا الحديث الذي هو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن شيخ الإمام الشافعي، والشافعي يرويه عن شيخ الإمام مالك، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فأرواح الشهداء في أجواف، لأنها لما قتلوا في سبيل الله وخرجت الأرواح من أجسادهم في سبيل الله، الله أبدل تلك الأرواح بأجواف طير، كانت في أجواف طير كما كانت في جوف جسد صارت في أجواف طير تتنعم في الجنة. ولا يقال أن أولئك أن الشهداء دخلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب القبور كلهم منعمون في نعيم الجنة، المنعم منعم والمعذب معذب، الشهداء وغير الشهداء، ف يعني لا يقال انهم دخلوا وغيرهم من غير الشهداء ما دخلوا، لان النبي قال نسمة المؤمن، يعني حتى غير الشهداء على صورة طير في الجنة، على صورة طير في الجنة. نعم. هل يمكن ان يسمع الله بعض الناس عذاب القبر؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكنه أخفى، لكن الله تعالى أخفى ذلك، يعني حتى يستعد الناس وحتى يتهيأ الناس للاستعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة. يقول هناك شريط متداول بين الناس يزعم أن فيه أصوات ممن يعذبون في قبورهم، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، أقول هذا من الأشياء التي
يعني لا يعني حقيقة ذلك غير محققة أو حصول ذلك غير محقق, وإنما كل ذلك دعاوى. ما معنى قوله تعالى لواحة للبشر عليها 19؟ لواحة للبشر يعني أنها بشرة الإنسان, يعني تذهبها وتزيلها, وعليها 19 يعني من الملائكة, من 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 يعني من الملائكة الذين هم في النار أو خزنة النار. ما صحة القول بأن شيخ الإسلام أبو العباس قال بفناء النار؟ نعم, هذا ينسب إليه, هذا ينسب إليه, ولكن وكذلك ينسب إلى ابن القيم, وقد وجد لهم من الكلام ما يعني يدل على أنهما لا يقولان بفناء النار. ومما جاء في كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب, قال الدور 3, الدور في الآخرة 3, دار الطيب المحض ودار الخبث المحض والدار التي جمعت بين خبث وطيب. فدار الطيب المحض الجنة, دار الطيب المحض الجنة, ودار الخبث المحض النار التي فيها الكفار, والدار التي جمعت بين خبث وطيب المكان الذي في النار الذي يكون فيه العصاة. فإن المكان الذي فيه العصاة يخرج أهله منه ويدخلون الجنة, وأما المكان الذي في النار فيه الكفار فهم باقون فيه أبد الآباد. قال رحمه الله الدور 3, دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب. قال فالداران الأوليان باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان, يعني دار الكفار ودار والجنة التي دار المؤمنين, والتي جمعت بين خبث وطيب هي التي تفنى, يعني معناها أنه يأتي وقت وهي ما في أحد, خرج أهلها منها وراحوا دخلوا الجنة. ما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ الله تعالى أعلم, لكن من أوائلها خروج المهدي الذي يكون في آخر الزمان, ثم ينزل عيسى ابن مريم, فهذه هي التي ذكر أنها من أكبر العلامات. وهل الفتن الموجودة في هذا الزمان تعتبر من علامات الساعة؟ الساعة هي قريبة, ويعني ولا شك أن 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 الفتن أنها تكون فيها يعني القرب من النهاية, ولا شك أن النهاية قريبة, ولكن الشيء الذي ورد في نص يعني على أن هذا من لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا, لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا, هذا هو الذي يقال أنه من علامات الساعة. أما أي فتنة أو أي مصيبة أو ما إلى ذلك لم يأتي فيها نص لا يقال فيها أنها من علامات الساعة, لأنه ما جاء نص فيها. لكن إذا جاء نص لأنها لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا, لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا, هذا من علامات الساعة. كم عدد النفخات في الصور؟ هي 3, نفخة الفزع أول, ونفخة الموت, ونفخة البعث. ونفخة الفزع هي التي تكون عند نهاية الدنيا وقبل نفخة الموت, حيث يفزع الناس ويحصل لهم شيء يذهلهم, ثم بعد ذلك تحصل نفخة الموت ثم نفخة البعث. يقول هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ نعم, حياة برزخية, يعني الأنبياء وغير الأنبياء أحياء في قبورهم, حياة برزخية, يعني ينعمون, ينعم من ينعم ويعذب من يعذب. الأنبياء
الأحياء في قبورهم ينعمون وسائر الناس في قبورهم منهم المنعم ومنهم المعذب وحياة لا يعلمها إلا الله عز وجل وهي تختلف عن حياة الدنيا. وهل ورد أنهم يصلون في قبورهم؟ ورد في قصة موسى ليلة المعراج أنه مر به وهو قائم يصلي في قبره. وهل يقال في غير الأنبياء بأنهم أحياء في قبورهم حياة برزخية؟ نعم يقال لأنهم ينعمون ويعذبون. ينعمون والذي ينعم ويعذب هو الحي لكنها حياة خاصة لا يعلم كنها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. الضمة التي تكون في القبر هل تحصل لكل شخص حتى الأنبياء؟ الله تعالى أعلم. لكن من يعني لو كانت عامة فإنها لا تضر من شاء الله عز وجل أن يكون سالما منها. من المستثنى من الهلاك يوم القيامة؟ إيش؟ من المستثنى من الهلاك يوم القيامة؟ يعني قيل أن من كان في الجنة من الحور العين يعني فإنهم يعني استثنوا من يعني من كونهم يعني يموتون لأنهم خلقوا للبقاء والجنة دار البقاء. فمن كان فيها من الحور العين فإنهن باقيات ولا يحصل لهن الموت. ما الفرق بين الكن والكيفية؟ الكن والكيفية معناهما واحد إلا أن الـ 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 أقول معناهما واحد يعني كن الشيء كيفية الشيء معناهما واحد. سؤال الملكين للمقبور عن الرب والدين والنبي والقول ها ها هل هذا يشمل الكافر والعاصي أم هو خاص بالكافر؟ أما بالنسبة للكافر فالأمر في ذلك واضح وبالنسبة للمؤمن يعني الذي يوفق في الجواب ففي ذلك واضح. ومن كان يعني يعني فاسقا يعني فهل يعني معلوم أن الفاسق أنه مؤمن وأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالرب. فالذي يعني الكافر هو الذي أمره واضح. وأما بالنسبة للفاسق ما يعني ليس بواضح أنه يعني يكون أنه لا يدري. طبعا المنافقون هم من الكفار يعني الكفار الواضحين والكفار الخفيين اللي هم المنافقين يعني لا فرق بين المنافقين النفاق الاعتقادي وبين الكفار بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كيف الجمع بين الحديثين الأول الذي ذكرتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار كما في صلاة الكسوف والآخر قوله أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إيه يعني في الدنيا يعني طبعا كونه رأى عناقيد أو شيء من الجنة لا يقال أنه رأى كل ما في الجنة. لا يقال أن كل ما في الجنة رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما رأى شيء ما فيها. هذا الذي عرض عليه ورأى عناقيد ما ذكر أنواع النعيم الذي في اللذة وإنما ذكر عناقيد العنب المتدلية فلا تنافي بين هذا وهذا. هل يصح الحديث أن في الجنة يبقى متسع فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة؟ نعم صحيح ثابت ينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. كيف الجمع بين كون الأجساد التي تبعث هي التي كانت في الدنيا وما جاء أن الرجل في الجنة يكون طوله 30 ذراعا في السماء؟ معلوم أن كونه يبعث يعني على 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 ما كان عليه ثم بعد ذلك يكون في الجنة على يعني حجم معين
مثل كل كافر يخرج من قبره هذا، ولكن إذا دخل النار يصير ضرس مثل جبل أحد. فالمؤمنون يدخل الجنة على طول آدم 60 ذراعا، ويعني في الجنة، لكن عند البعث النشور يخرج يعني. ثم أيضا نفس الجسم هو نفسه يضخم، يعني نفس هذا الجسم الذي كان معروف في الدنيا ثم يبعث، فإذا دخل الجنة فإنه يكون على هذا الحجم، وإذا الكافر يدخل النار يعني يكون على هذا الحجم. يقول: كيف تكون أجساد المؤمنين الذين يدخلون الجنة إذا كانت بهم عاهات أو عيوب في الدنيا؟ يسلمون، أقول يسلمون من العاهات، ولا يكون فيه إلا الحسن والجمال وكمال المنظر وحسن المنظر. يعني من كان عنده عاهة في الدنيا وكان من الجنة فإن تزول عنه العاهات ولا يبقى فيه إلا الحسن والجمال. يقول: جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطأ الجنة بعرجته. لا أعرف عنه شيئا. يقول: هل النعيم الذي في الجنة موجود الآن مثل من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة؟ نعم، موجود له الآن. نعم، الجنة موجودة والنار موجودة، والله تعالى ينشئ فيهما ما يشاء. يعني معناه أن من كذا بنى له بيت الجنة، هي الجنة موجودة، لكن من عمل كذا فبنى الله، يعني الله تعالى يوجد له بيت في الجنة، لكن هي في الأصل موجودة، الجنة والنار موجودة. ولهذا الجنة عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم والنار عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، هي موجودة، لا يقال إنها لا توجد ليوم القيامة كما يقوله بعض أهل البدع الذين يقولون لو بقيت، يعني لو كانت موجودة والناس ما يتنعمون فيها إذا نصير مثل المائدة التي صنعت ولا أحد يأكلها. هذا كله كلام باطل، بل النعيم الجنة موجودة، والمنعم منعم، أصحاب القبور ينعمون بنعيم الجنة ويعذبون بعذاب النار، يعني وهم في قبورهم، ولا يقال لهم أنها ما يحصل النعيم فيها ليوم القيامة، بل النعيم حاصل قبل يوم القيامة، والمنعمون في قبورهم منعمون ويصل لهم نعيم الجنة، والمعذبون في النار معذبون فيها ويصل لهم عذاب النار. تفسير قوله تعالى: بدلناهم جلودا غيرها، يعني معنى إذا أحرقتها النار يعني نشأ جلود أخرى بدلها، يعني نفس الجلود التي راحت يخرج مكانها. هو يقول: إذن هي غير الجلود التي كانت في الدنيا. لا، هي احترقت وبعد ذلك يعني طلع، يعني بدل هذا الذي احترق يعني يخرج مكانه بنفس الجسد، ما هو يجي له جلد يعني من برا يجي له صقبه، يعني نفس الجسد هو نفسه احترق فطلع يعني جلد يعني له منه نفسه. هل ورد أن يوم الجمعة يكون فيه إجارة لمن عذب في القبر؟ لا أعرف. يجار من عذاب القبر؟ لا أعرف. لا أعرف. يقول: أحسن الله إليك، قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، هل معنى هذا أن الله يحشرنا على غير هذه الأرض؟ قضية تبديل الأرض، يعني هل هو يعني يكون بعد يعني بعد البعث أو أنه بعد ذلك؟ يعني هو جاء في بعض الأحاديث أنه قبل شو اسمه، قبل الجسر أو قبل الصراط، في ظلمة دون، جاء في حديث في ظلمة دون الجسر وكذا، لكنها مستوية الأرض، يعني هذه الأرض التي يعني التي عليها الناس والتي هذا يجعلها الله مستوية بحيث الجبال تذهب وتصير قاعا صفصفا كانية. نعم.
هل ورد حديث صحيح يدل على أن الإنسان يموت ويدفن في الأرض التي خلق منها؟ يدفن في الأرض التي خلق منها؟ نعم. هو الإنسان خلق من ماء، يعني آدم خلق من التراب والناس خلقوا من ماء اللي هم ذريته، ما أعلن عن شيء في يعني في تعلق، لأن خلق آدم هو الذي خلق من تراب وأما ذريته خلقوا من ماء من ماء. هل كل من حوسب في يوم القيامة يعذب؟ ليس كل من حوسب يعذب، وإنما من نوقش الحساب عذب كما جاء في ذلك الحديث. يقول كيف يقال إن عذاب القبر للكافر ده عذاب دائم إلى أن تقوم الساعة، وقد علم وجاء في الأدلة أن الجسد يتحلل في القبر؟ وإن تحلل فالنعيم واصل إليه والعذاب واصل إليه. ليس معنى ذلك أن النعيم ما يكون إلا إذا كان الجسد موجود، لأن كما عرفنا أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، ويصل العذاب وإلا وإن يعني تغير الجسد، لأن الذي لم يدفن، لو أن يعني إنسان أحرق يعني ما يصل إليه عذاب القبر إذا كان يستحقه يصل إليه، وإن أحرق وإن ذر في الهواء الله تعالى قادر على أن يوصل إليه العذاب وقادر على أن يوصل إليه النعيم. ليس معنى ذلك أن الجسد إذا تحلل وإن راح إنما يصل إليه عذاب، لا يصل إليه عذاب ويصل إليه نعيم. والذين لا يقبرون يعني يصل إليهم النعيم ويصل العذاب، وإن تفرقوا في التراب وتفرقوا في البحر. هل منكر عذاب القبر يعد كافرا؟ لا شك أن عذاب القبر جاء في الحديث المتواترة وجاء في القرآن الكريم، يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لا شك أن من أنكر عذاب القبر فقد أنكر ما جاء به القرآن وأنكر ما تواترت به السنة، فهو على خطر عظيم. وبعض الفرق الضالة تنكر عذاب القبر. هل صحيح أن علامات الساعة الصغرى قد ظهرت كلها ولم يبق منها شيء؟ الله تعالى أعلم. سؤال الثاني يقول متى خروج المهدي المنتظر؟ في الزمان الذي يشاء الله عز وجل أن يخرج فيه، وهو قبل عيسى وقبل الدجال وقبل يأجوج ومأجوج. قال بعض العلماء إن أعظم نعيم هو دخول الجنة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. أعظم نعيم رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، والذي جاء عنه ذلك هو الزمخشري المعتزلي الذي ينكر يعني ينكر الرؤية، ولهذا قال وأي نعيم فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنات، وأي فوز أعظم من دخول الجنات، يعني معناه أن هذا هو. وهذا فيه نفي الرؤية، لأنه جعل دخول الجنات أعظم شيء وهناك شيء أعظم منه وهو الرؤية. ولهذا كان هو بليغ وعنده فصاحة وبلاغة، ولهذا كان يأتي بعقائد عقيدته عقيدة المعتزلة، يعني يأتي بها بخفاء وبغير يعني وضوح مثل هذا. ولهذا قال بعض العلماء انه استخرج اعتزالياته بالمناقيش، يعني لخفتها وخفائها. نعم. هل صحيح انه لا يمر على الصراط الا المؤمن، اما الكفار فلا يمرون؟ نعم، لان الكفار يقذفون في النار، واما اهل الايمان الذين يمكن ان ينجوا ويعني ويشفع لهم، الذين يقول فيهم الانبياء يقول اللهم سلم سلم
إنما هذا يكون لغير الكفار، لأن الكفار لا سبيل لهم إلى السلامة من النار. أحسن الله إليكم. رجل أفطر شهر رمضان عمدا وكان لا يصلي ثم تاب وهو الآن يصلي، فماذا عليه في ترك صوم رمضان؟ أبد مثل تركه للصلاة، لأن من ترك الصلاة فقد كفر ولا ينفعه صيام، وإذا كان قد تاب يعني يبدأ حياة جديدة ويلتزم بالصلاة وغير الصلاة، وإلا من كان لا يصلي فإنه لا يصح منه صيام ولا غيره. يقول: إنسان لديه كمية من الذهب ويأتي شخص لشراء هذه الكمية بالتجزئة، والذهب باقي في المحل حتى يكمل دفع قيمة ذلك الذهب مالا، فما حكم؟ إيش التجزئة؟ شيئا فشيئا. إيش السؤال؟ إنسان لديه كمية من الذهب ويأتي شخص لشراء هذه الكمية بالتجزئة، والذهب باقي في المحل حتى يكمل دفع قيمة ذلك الذهب مالا. إذا كان التجزئة المقصود بها أن يعني يشتريه شيئا فشيء، وأنه يعني إذا حصل نقود جاء واشترى جزء منه، ثم إذا حصل يعني حصل شيئا مقابل جزء جاء واشترى، هذا ما في بأس، لأنه يدا بيد يدا بيد. أما إذا كان البيع غايب، يعني بيع غايب، فهذا البيع الغايب لا يجوز فيه، لأن الذهب والفضة يعني الذهب الفضل الذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا مثل يدا بيد، والذهب بالفضة يعني يدا بيد، والتفاضل سائر. إنه يقول: والذهب باقي في المحل ما أدري حتى شو يكمل ما أدري. هل اشتراه يعني بقيمة المؤجلة، اشتراه بقيمة المؤجلة لا يجوز، يعني بحيث أنه يشتريه يعني ويوفيه بالتقسيط، إلا إذا كان يعني على الطريقة اللي ذكرت أنه يعني حصل نقود فجاء واشترى جزء ثم جاء واشترى جزء، هذا لا إشكال فيه. وما حكم العربون في الذهب؟ العربون من أصله يعني فيه خلاف، ولا يظهر لي فيه، لا أستطيع أن أقول فيه شيئا بيع العربون. يقول: حفظكم الله، هل يجوز قراءة القرآن في المسجد بالصوت الخافت حيث لا يسمعني إلا من يجاورني؟ يجوز، بل هذا هو الذي ينبغي، لأنه لو رفع صوته يشوش على الناس، لو رفع صوته في المسجد يشوش على الناس، الإنسان اللي يقرأ ويسمع صوت يشوش عليه ما يقدر يقرأ، ولهذا لا يشوش بعضهم على بعض في القرآن. وهل يجوز الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن عن الميت؟ لا، ما يجوز، هذا من الأمور المحدثة. يقول: هل يجوز دفع الزكاة لشخص هو رب أسرة له راتب لكن لا يكفيه؟ نعم، إذا كان لا يكفيه، إذا كان لا يكفيه له راتب لا يكفيه فتحل له الزكاة، لأن الزكاة تكون لمن لا يجد شيئا أو عنده شيئا لا يكفيه. يقول: بعض الإخوة يجعل يديه على أعلى صدره في الصلاة حيث تكون أسفل من لحيته، فهل هذا من التكلف؟ هذا من التكلف، يعني كل إنسان يعني يرفع هذا الرفع الشديد وأنا ما يجعله على صدره. يقول: ما معنى كلمة واجب الرضا بالقضاء وعدم وجوب الرضا بالمقضي؟ ما الفرق؟ إيش؟ الرضا بالقضاء واجب وعدم وجوب الرضا بالمقضي، ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ القضاء قضاء الله وقدره، وأن الله تعالى قدر شيئا، والمقضي هو يعني قد يكون طيبا وقد يكون سيئا، المقضي قد يكون يعني أمرا يعني محمودا وقد يكون أمرا مذموما، وقضاء الله وقدره يعني هو كونه قدر كل شيء، وأن ما قدره الله نافذ سواء خيرا أو شرا، والمقضي قد يكون خيرا وقد يكون شرا،
فإن كان خيرا يفرح به وإن كان شرا يعني لا يفرح به ولا يحب ولا يراد. وما الفرق بين المهر والصداقة؟ لا فرق بينهما، المهر والصداقة. يقول: دهنت رأسي وشعري بالزيت، هل أمسح عليه عند الوضوء أم يعتبر ذلك حائلا دون؟ إذا كان يعني طبقة يعني يزل عنها الماء فعلى الإنسان أن يزيل هذه الطبقة التي، وأما إذا كان الشعر ليس فوق طبقة وإنما هو بارز، وإن كان أن فيه يعني شيء من الدهن ما يؤثر، لكن إذا كان فوق طبقة يعني مائية من هذا الزيت بحيث أنه يزل الماء عنها فهذا لا, 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 لا ينفع فيه المسح. بعض من يقترف الذنوب والمعاصي إذا نهيتهم عن هذا أجابوا بأن الله غفور رحيم، هذا ما قدر الله علي، فكيف الجواب؟ يعني هو غفور رحيم وهو شديد العقاب، نبع عبادي أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، يعني فكما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، فالإنسان يرجو ويخاف، لا يكون شأنه أن يكون راجيا ولا يكون خائفا، ولا يكون خائفا ولا يكون راجيا، وإنما يكون راجيا خائفا، يكون راجيا خائفا، كما قال بعض أهل العلم: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، إذا كان الجناحان سالمين حصل الطيران، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا اختل أحد الجناحين ما يصير الطيران، يعني ما يحصل الطيران حتى يكون الجناحين سالمين. يقول: ما الفرق بين إن شاء الله تعليقا وتحقيقا؟ إن شاء الله تعليقا يعني في الشيء الذي لا يدرى عن حصوله، والشيء تحقيقا شيء حاصل، مثل: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني محقق أننا سنلحق بالأموات، ما في احتمال أننا ما نلحق بهم، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، هذا تعليق، يعني قد يكون شاء الله وقد لا يكون شاء الله. وأما التحقيق فهو الذي قد شاءه الله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إحنا ميتون، لا يقال أننا قد نموت وقد نموت، أن يتعليق هو تحقيق، وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني هذا تحقيقا لا تعليقا، لأن اللحوق بالأموات وكل من يكون ميت حيا يموت هذا محقق، لكن في أشياء الذي في اليمين هذا تعليق، من حلف على يمين وقال إن شاء الله فإنها لا يعني لا يحصل فيه منها، لا يحصل فيه الحنث، لأن هذا معلق بمشيئة، قد يشاء الله وقد لا يشاء الله. ماذا على المأموم إن لم يتمكن من قراءة الفاتحة أو نسيها؟ ما على شيء، ما على شيء، الإنسان إذا يعني إذا كان هي هي ليست ركنا في حقه وإنما هي واجبة في حق المأموم، فإذا نسيها أو يعني هذا لا لا, لا تصح صلاته. يقول: فضيلة الشيخ، توفيت ابنتي وهي تبلغ من العمر 5 أشهر، وجدناها ميتة في الفراش بعد نومها بحوالي ساعة، مع العلم أن أمها أعطتها كيس شفاف خفيف لتلهو به قبل نومها، ثم وجدناها ميتة والكيس على وجهها، لا ندري أختها التي وضعته على وجهها وهي نائمة أو ما هو سبب الموت، هل هذا يترتب عليه كفارة على أمها التي أعطتها الكيس؟ والله يبدو أنه ما يترتب عليها كفارة، لأن هذا يعني يكون تعطيه شيء تلهابه أو كذا، ما يقال أنها يعني قتلتها أو أنها تسببت في قتلها. يقول: عندنا مسجد في بلادنا، قيل لي أني أتولى الإمامة وأكون إماما، لكنهم يلزموني أن أقنت بهم في صلاة الفجر كل يوم، وأنا أرى أن القنوت بدعة في صلاة الفجر والمداومة عليه. نعم، القنوت في النوازل ثابت،
وأما في غير النوازل فهو غير ثابت، فهو غير ثابت. وأنت اعمل على أنك ما تفعل يعني هذا الشيء، أو اتفق معهم أو أخبرهم بأن هذا يعني ليس بلازم، وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أنه لا دليل عليه، وإنما الدليل إنما هو في النوازل وليس في صلوات دائما وأبدا. وهل يجوز لي أن أسعى بالرشوة والوساطات لكي أكون إماما في مسجد حتى لا يأتي أهل البدع؟ لا 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 تعمل، لا تعمل الرشوة ولا تتوصل إلى شيء بالرشوة. يقول: شبهة ألقاها علي نصراني ولم أعرف الجواب، وهي: ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم دعاء بأن يثني الله عليه ويرفع شأنه عند الملائكة، لأن صلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، بأن يثني عليه عند الملائكة ويبين عظيم منزلته. هذا هو معنى، هذا هو معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن أبي العالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.